أيا يكن الفاعل ومهما تكن المسببات والأهداف فإن جريمة القتل وقعت. مسرح الجريمة تمثل بمنزل علي أمين الحاج ديب الكائن في الطبقة الثانية من مبنى متواضع في شارع ضيق في البسطة تحت على مقربة من رأس النبع. وبحسب الروايات المتناقلة إلى حينه فإن رب العائلة الذي أمضى عطلة نهاية الأسبوع في قريته عرمتة وجد عند دخوله منزله في إحدى الغرف زوجته نوال 55 عاما وخمسة من أولاده هم أمين 23 عاما، مها 20 عاما، زهراء وزاهر 15 عاما، ومنال 11 عاما. وجدهم جثثا هامدة مصابة بطلقات نارية، ليجد في غرفة ثانية جثة ابنه البكر هادي البالغ من العمر 25 عاما، وإلى جانبه بندقية من نوع بومب أكشن. على الفور حضر عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي الذين ضربوا طوقا أمنيا حول المبنى، كما حضرت الأدلة الجنائية والشرطة القضائية لتنطلق التحقيقات، وأولها مع الوالد. وبعد الكشف عن الجثث السبعة ورفع البصمات تم نقلها فجر الاثنين بسيارات الإسعاف إلى أحد مستشفيات المنطقة. صباح الاثنين لم يعد الهدوء إلى الشارع، صحفيون يحاولون فك لغز ما وصف بالجريمة الغامضة، جيران لا يصدقون ما حل بعائلة جارهم الآدمي كما وصفوه، وعناصر أمنية تحيط بالمبنى والشقة التي سرعان ما ختمت بالشمع الأحمر بناء على إشارة قاضي تحقيق بيروت جورج رزق. ما حدا يعني بالضبط بيعرف القصة مزبوط اللي صارت. داي أنا صاحب فرن هوني وشوف بيجي وبروح يعني، بس ما نعرفش عن الشاب اللي قتلهم. والشاب هذا عم يدرس عم يساعد أبوه مرات المحل يعني كتير آدمي. ويشير الأهالي إلى أن الوالد كان قد اصطحب معه إلى القرية اثنين من أولاده أقلهما إلى الشقة مساء وغادر لفترة محددة ليعود بعدها فكان ما كان. أما المصادر الأمنية المتابعة لمجريات التحقيقات فأشارت إلى أن المرجح لحينه انطلاقا من الإشارات والمعاينة الجنائية والطبية أن يكون الابن البكر هادي هو من نفذ الجريمة قبل أن يقتل نفسه. فبحسب التقارير الطبية لتحديد ساعة الوفاة يرجح أن يكون قد قتل والدته وثلاثة من أشقائه أي أمين ومها وزاهر ليقتل بعد وقت محدد زهراء ومنال، وهما المرجح أن يكونا الولدان اللذان أقلهما الوالد إلى المنزل بعدما كانا معه في البلدة. أما الابن البكر ودائما بحسب آخر التقارير فيرجح أن يكون قد دخل غرفة أخرى وأدخل البندقية في فمه لتكون طلقة واحدة كافية لقتله. على أي حال فإن التحقيقات لا تزال جارية مع الوالد وعدد من الأقارب، وتبقى لهذه الترجيحات الأولوية إلا في حال ظهور معطيات إضافية تخالفها.